المؤسسة، المجتمع الفلسطيني بالداخل عايش في ظل سياسات استعمارية وسياسات اللي بتضيق علينا من عدة نواحي. الحرب انعكست علينا عمليا بتضييقات، بتسكيت، ملاحقات، اعتقالات. المنطقة، المجتمع الفلسطيني بالداخل شهد اعتقالات بكثرة، ملاحقات، تحقيقات، فصل عمال من أماكن عملهم، فصل شباب وصبايا طلاب جامعيين من الكليات والجامعات فقط لمجرد إنهم عبروا عن حزن ودعمهم لشعبهم. وعملياً السياسة الإسرائيلية من بداية الحرب صمت رهيب اللي كنا يعني كان نتيجة الملاحقات نخاف نحكي أي إشي، فاهمين إنه إحنا مراقبين بشدة. نماذج الاعتقالات كانت جداً واضحة، زي ملاحقة واستهداف فنانات، فنانين، أشخاص اللي هم إلهم اعتبارهم بالمجتمع الفلسطيني، وهذا كمان بأكد عملية استهداف وفكفكة المجتمع والقوة في المجتمع. عارفين بالبداية كيف نتناول هاي الحرب، هاي الحرب تختلف عن أي حرب أخرى اللي فيها ما كناش بنقدر نطلع مظاهرات، فجأة صرنا نخاف نطلع ببيانات. في البدايات كان الإشي جداً شرس وصعب وملاحقة لكل حدا، يعني حتى إذا في شباب وصبايا حطت لايك على صفحة قرآنية، كان في مقترحات قوانين لملاحقة على السوشيال ميديا، عاد على نفسه هاي السنة بهاي الحرب على غزة إنه ناس تنزح وتتهجر، كمان مرة تعيش بالخيام سنة كاملة، في ناس زملاء وصديقات وأصحاب وعائلات اللي تهجرت كمان مرة أو عايشة بظروف كتير صعبة. We couldn't be confident to ask about our people and our family members, our colleagues, because we didn't know how they can react to this, because for them everyone can be Hamas. عمليا اليوم احنا بنشهد انه مطالبة وقف حرب اصبحت جريمة، وهذا امر احنا اعتدنا على السياسات الاسرائيلية بس او نعرف شكلها، بس هاي السنة كان الاشي طاغي اكتر وكان بدرجات اعنف واصعب. And I struggle for my rights, so I will keep being or trying to be their voice, my people voice, by working with my youth about identity, about who we are, because we are dealing with Israeli policies who are trying to change in our brains and souls who we are. And we must keep challenging these policies and talking that we are Palestinians. I have family members in Gaza. I have friends in Gaza. And it's my right. This is my right to be who I am and to be a proud Palestinian, to be an Arab. But don't keep the dehumanization of Palestinian people go around with you, and keep doing all your best to push to stop this war, to stop colonial policies, and the support the right of Palestinian people to have the power that maybe can change something. Actually, the war on Gaza taught us a lot about human rights, and this is the whole idea of human rights. If we cannot accept this war if we really believe on human rights. يعني الناس بغزة بتعلمنا كتير. People in Gaza teach us a lot. It's amazing how organizations keep working even in the tents, even when they lost everything, they keep working.
So they teach me that I must also keep working.